اسمح. محيط. طيب القرش. I'm bleeding. انا قاعد انزف قاعد انزف. اوكي ما عندي. السلام عليكم يا هلا بالشباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ الحلقة الثانية من الضايع في المحيط. ما علينا، في الحلقة اللي طافت يمكن تدرون دخلنا الجزيرة الصغيرة هذه وشوي يعني سوينا لنا الكوخ الصغير مع النار وغيره من الامور، وقلت لكم في الحلقة الثانية ان شاء الله راح نصنع البرادة الماي. زين، برادة الماي انا اسميها، وراح نتعلم شلون نصيد السمك ونشوف شنو اكو بالبحر اللي يمنا شوي. في اشياء في البحر انا قاعد اشوفها فانا بنمر عليها ان شاء الله. المهم في البداية انا شوي لعبت تقريبا، بس حطيت لي هذا العلاق هنا حق السمك اعتقد او شيء، ما علينا. نبي نصنع الحين البرادة الماي. انا تعبان، ما عندي لا اكل ولا ماي، والقباقب موجودة هناك، انا عندي كم قبقب، فخلنا نصنع برادة الماي. اول شيء برادة الماي تحتاج صخر، وتحتاج حبل، واحد من السعف النخل اللي هذا احنا نسميه السعف، وواحد من جوز الهند الفاضي ناخذه. بس جوز الهند الفاضي لا، لازم نصنعه بطريقة ثانية اللي هي تقريبا، لحظة نشوف في شيء هنا لازم نصنعه. ايوه هذا واحد حبل وواحد شنو؟ كوكنت. اوكي عندي كوكنت، واحد كوكنت جاهز من غير ما تفتحه، واحد حبل. اوكي بسيطة. ايوه في اثنين، بس ليش ما يصعد؟ معقول لازم اكسره يعني؟ المهم راح نصنع البراد الحين، وبعدها نروح نصيد قباقب لان يعان ما عندي اكل. عادة القباقب ما يطلعون في الليل، يطلعون في النهار، فما حصلت في الليل فاضطريت اني انام واقعد بالنهار. لاحظ ان الشجرة وهي قاعد تكسرها راح يبين عندك فضابة من تحت، يعني انت قريب تخلص. ايوه يلا طاحت. وهذا جوز الهند، واحد اثنين ممتاز. الحين نصنع بسرعة بسرعة بسرعة، بنصنع هذي. اوكي صار عندي الحين البراد شبه جاهز، بس احتاج واحد من الحبل. اوكي واحد حبل، واحتاج الخام الازرق اللي خذناه اول شيء التراب. ممتاز. الزرع احيانا يطلع مرة ثانية بروحه، بس ياخذ وقت شوي، فعشان كذي لازم تنتبه على كل، اعتقد علقته، لازم تنتبه على الاغراض اللي تاخذها، لا يعني استغلها، لا ترميها وتستخدمها على الفاضي بسرعة يعان. المهم ممتاز. الحين نصنع الحبل ونصنع برادة الماء. كرافت ممتاز. وين مكاننا؟ خلنا نخليها هني برادة الماء. بليس. لما يجي مطر راح ينترس هني وراح تقدر تشرب من الماء. ومحترق من الشمس انا، ما يخالف بشكل سريع، بس احتاج اكل، لازم اصيد قباقب بشكل سريع عشان ايوه شنو هذا جوزين جيب. البحث عن القباقب، ها طبعا راح تستخدمها بعدين بس ما عندي مكان الحين. البحث عن القباقب، وهذا واحد جيب، وهذا الثاني تعال. ايمن طقني. لا عورني والله. وراح نفتح القباقب، راح نولع الحين نار. اوكي لايت
ممتاز. الحين نحط السمك، اقصد القبقب. تاش ممتاز. النار راح تطفي عشان تعبيها، لازم تحط تختار الحطب هذا الموجود الكبير هنا، وتقول له hold to refill. to drink hold مربع to drink. ممتاز. شوف الوضع سليم، ناطر الاكل يجهز عشان نصنع أداة صيد السمك. راح نشوف شلون طريقتها هني تحت، اعتقد ان هني ايوه تقدر تصنع مثل مطرقة كبيرة. هذه اللي هي هذا حق الكروتس بير، هذا فيش رود. اوكي هذا حق السمك، كم ينفع حق السمك. واقدر ايضا تقدر تصنع صنارة تصيد السمك فيها. خليني اصنع هذه، احتاج واحد من العصايه الكبيره. ممتاز سهله. اوكي جاهز. ممتاز ممتاز. هذه حق القباقب. يا وهذه حق القباقب، ما ابي هذه. انا في وحده ثانيه، في وحده ثانيه اللي هي هذه حق السمك، فيش سبير كرافت. ممتاز. الحين تعال صيد السمك، بس الدنيا ليل ما يبين. راح ننام ونقعد. الله شوف القمر، تخيل بروحك هني كاستوي، هدوء. يا سلام. راح ننام الحين، خلنا نسيف. اوكي سيف، وبعدها ننام وراح نصيد السمك، نبدا في صيد السمك. لحظة نشوف نروح هنا. صدنا السمك. واحد ناخذ، اعتقد R2 بعد. R2 يصيد و R2 ياخذ. معاناة والله، معاناة. بعدين سوي لنا شبك. هذا واحد خذيناه. ميد ميد ميد. ايوه ثلاثة عندنا، والله سمك وايد. بس هذا ما يشبع يعني. في سمكة شكلها غير هني اعتقد. قب 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 قب، تصيده بهذا. هذا حصدنا. روح اللي بعده. هذا قب قب، تعال 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 تعال. وصيده. بدل 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 السمك بسرعه بسرعه بسرعه، راح اختنق بالماي. شكرا. لحظه في وحده كبيره هني انا شفتها. هذه هذه ابي ابي هذه. تعال تعال صدنا. اوكي هذا يمكن كبيره شوي تشبعنا اكثر. راح اختنق، ما في هواء. اوكي صدناها. لحظة خلنا نصعد هني، في جنطة عندي انا هني. هذه البوصلة اللي هذه البوصلة اللي قلت لكم عنها، لا تستخدمونها اذا بتطلعون بلاتينيوم، لان في تروفي لازم تخلص اللعبة من غير ما تستخدم بوصلة. ما بستخدمها بالغلط، راح اخليها. هذا مثل وجبة يزيد لك الاتش بي مالك بسرعة. خلنا ناخذهم. لزاق راح نحتاجه. تيب اعتقد الشنطة عندي مفولة. اي والله مفولة. خلنا ناخذ واحد من هذا ونروح نولع النار عشان نسوي لنا الغداء. ما يصير هذا، لا ما اقدر استخدم السمك.
اللي صدته راح ارميه كله مره ثانيه حيخترب، واذا اكلت راح اتسمم. ياو يعني ما يصير نحط القباقي بعدين، نختار اللحم ونحط على النار، نجهز اللحم اللي فوق بس ما عندي مكان. اوكي خلي الثالث، احتاج نروح الحين على ما يستوي الاكل، بس لما نروح مكان اعتقد هذا المكان اللي هناك في شيء بالبحر، خل نروح تحت الماي نشوف شنو عند صندوق هذا. بيك اب شيله، والله شال صندوق بيد واحده. المهم خل نشوف الصندوق شنو فيه، بس احتاج ماي شوي مؤقت. وقف اوب، ايوه بسرعه نشرب. محتاج اني اطلع من هالجزيره لان خلاص عبيت لي ماي. ووتر ستيل، لحظه مفروض نسيت انا اقول ليش مو راضي يعبي. مفروض احط من هذا الزرع، لازم احط من هذا السعف، سعف النخل لازم اخلي وايد هني عشان يقدر يعبي لي. ما ادري شلون ولكن المفروض hold to drink water. اوكي شربنا شوي وانا يعان راح ناكل. والله كل شيء كل لحظة انت مشغول فيها يعني. باك اب، في عندي خلنا ناكل. اوكي في عندي اخر لحمة خلنا ناكل هذي. باك اب، لاحظ انا كأنها مو مستوية، كأنها يبيلها بعد شوي. خلنا نتأكد، لا والله مستوية لونها. اوكي نبي نروح نفتح الصندوق اللي شلته، وينه كاه الصندوق؟ انا اخليه هني. هذا اوكي هولت اوبن، اعطاني اعتقد ليت ممتاز. وهذا عندي منه وايد خله، وهذا ما ادري شنو فلتر حق السياره مثلا كاب فيتشر بارت وفلتر عشان تقدر يعني حق محرك الطياره او شيء تقدر تسوي، او مثلا قارب صغير معاك ماكينه قارب تقدر تمشي بالبحر. خله داخل صندوق، خل نروح نشوف الحاويه الكبيره قبل ما تظلم الدنيا علينا. الحاويه الكبيره اعتقد راح تحتاج يعني ما ادري شلون راح نفتحها، ولكن ليش صاير ثقيل؟ يمكن عشان الاغراض؟ لا اي والله يشتغل بالليت. هنشوف الحين اذا هذا الحاوية نقدر نفتحها او شيء، لان شنو كونتينر وول. اوكي شلون راح نفتحها؟ وول تو اوبن، يلا يلا. شنو في شيء طقني؟ في شيء طقني ما شنو؟ ما في شيء، هذا فاضي. يا وانا توقعت والله انه يكون في شيء، ترى في قرش يعني في البحر، ما ادري يمكن هو اللي طقني قبل شوي، ما ادري في الموضوع. انا اقول نرجع بر الامان احسن. المهم
لازم كل شوية تشوف أغراضك تشوف أمورك. والله اللعبة مو هينة صراحة يعني. يبيلك انتباه انتباه كبير حق الأشياء اللي حولك. State affected poisoned. أنا حاليا متسمم. لا وأنا أقول ليش قاعد ينقص القلب. أنا متسمم شلون أعالج نفسي؟ أعتقد اللي سممني يمكن أكلت شيء بالغلط. والله ماني عارف شلون أعالج نفسي. خل أروح أنام بالنهار الدنيا أحلى. خل نطفي النار. نوفر في الحطب. أعتقد الحين اليوم الرابع اليوم الخامس ولا الرابع والله ماني ذاكر. المهم الحياة سعيدة والوضع تعبان جدا. زين بكون اني انا مسيب اللعبة حاليا خلني اجرب شغلة اني اطلع من هالمكان. ايه انا متسمم كايدي. لحظة 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 انا متسمم بالضبط. شوف ايدي فيها حبوب بويزد. اعتقد هذا يعني مثل ادويه تصنع ادويه ماني متاكد لان مو فاتح معاي. ويلسون ويلسون راح اموت من البويزد. في عندي شغله خلنا ناكلها. هنشوف هذا ناكل. اوكي عدل عندي الماي يمكن عدل عندي الاكل بس ما زلت متسمم وراح اموت اذا ما تعالجت. هذه جزيرتي المتواضعه حاليا وبعدين راح اشوف شنو المشكله اللي لازم اطلع من المكان اروح مكان ثاني. اوه القرش وصل لعندي. تعال نصيده تو كان موجود. شنو هذا قاعد يسمع تحت التراب الحبيب. لحظه لحظه وين اداه الصيد اداه الصيد اداه الصيد. بسرعه بسرعه بسرعه. لا مو هذا. ايوه هذا هذا هو. تعال 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 دش من بعد تحت التراب. اختفى. والله فيها جلتشات شوي. لخمة تعال. لا ما تنصاد من الأداة. لازم أداة ثانية بس شنو ما أدري. راح أموت. أكسجين أكسجين. والله في عالم تحت يعني. أوه هذه اللي تشبعك سنة ما تصاد. وانا في منطقة خطرة. والله في منطقة خطرة ماني قادر اصعد. لحظة لحظة في اكسجين. اسبح المحيط. طقني قرش. I'm bleeding. انا قاعد انزف قاعد انزف. اوكي ما عندي سكينة. تعال اكسجين اكسجين شوي اكسجين. اوه قاعد انزف. شوف ايدي شوف ايدي متسمم ومدمم وحالتي حالة. يلا والله اذبحك. شنو هذا؟ اوه مربع. لحظة كاتش خذيتها. يا تعال تعال يقول لك هذا المينون اللي هد الدنيا ويناشب يراير. تعال ما ينصاد. في سفينة كنا هني. احطقني مرة ثانية ومت. لحظة لحظة انا صار فيني فضول اشوف المنطقة هذه تحت البحر شنو فيها هني. بعد ما تموت راح يقول لك لا تخاف يعني اذا بتعيد من اول او بيصير شيء. لا على حسب السيف داتا اللي انت مسيفه في مكان اللي تنام. صار فيني فضول اشوف شنو السفينة اللي كانت موجودة تحت.
بس اداه صيد القرش ما عندي يعني. ما اذكر وين كانت السفينه ولكن اعتقد الجهه هذه. اختار سكين احتياط. خلنا نرمي هذا هني ما نحتاجه. مع هذا ناخذ السكين ويلا. وهذا هذا كاف كاف قرش قرش قرش. ليش ليش اختفى توك شفت الزعنفه مالته. كاهو اي كاهو والله كاهو كاهو والله. ولك يا راير الدنيا في الحش. كاهي السفينه بسرعه بسرعه. علق يا الحب راح اموت معلق. اوكي اكسجين اكسجين اكسجين. عند العمود هذا شنو فيه؟ في شيء لازم يكون في شيء مفيد داخل يمكن. ايوه براميل فاضيه او شيء يمكن نستخدمه بعدين. اوبن دور. ايوه اكسجين ما في راح اموت. لحظه موضوع اكبر من كذي. لحظه لحظه اكسجين ان شاء الله ما يمر يمي ريور. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. شنو هذا؟ hold to open. ما نبي الحين هذا. اوكي تاخذ المكاين الاشياء اللي راح تصنعها. مسدس واكل. اخذ هذا واخذ هذا. خله ما نبي. اكسجين اكسجين. لحظة لحظة. هذه سالفة هذه بعد. ننزل يلا. بسرعة هني. اعتقد في شيء بعد ولا خلاص؟ خلاص ماكو شيء. حكرت. لحظة. راح اموت راح اموت راح اموت راح اموت. بسرعة بسرعة. ممتاز. الحين نروح نشوف شنو اللي خذينا. بس ثواني يمكن هو اللي يعالج السم. نشوف شنو هذا. لحظه وينه؟ بينز. اوه مثل فاصوليا او حبوب او يعني بق مثل شغله كذي اللي اكل يعتبر. اوكي عطشان ناكل. ما نروح قدام اللي موجود هني. اوكي بس راح سدس حالة طارئة. هذه بالليل دام اني اكلت وانا ميت ميت. حالتي الصحية يعني الغذائية اوكي بس الصحية لا. ابي اتحرك من هالمكان بس. لحظة لو ايوه حرك. الظاهر كان معلق او شيء. الجزيرة كبيرة هذه اقرب هذه بعيدة. خل نروح هناك. يمكن تمر الجزر وتاخذ بعض الاشياء وترجع لجزيرتك ممكن. وانا قاعد الاحظ انك اكثر الجزر بعيده. وصلت الجزيره هذه اقرب جزيره حسب يعني على مد البصر على قولتهم مد النظر. بس في عندي هنا هذا العمود الطويل اعتقد في سفينه غارقه تحت. نقدر نستكشف المكان بعدين اكثر. بس انا قاعد افكر بشغله وقاعد وخايف من شغله اللي هي القارب. لان احتمال اذا وصلت هنا يمكن يعلق معاي مره ثانيه ما يطلع او ما يحرك فمصيبه. شلون ارجع مكاني وانا مسوي سوالف هناك بالجزيره الثانيه ومسوي مدينه. ايوه تعالي
يلا خله هنا نشوف متسمم انا الحين شلون. والله بعلاج والله تعبت. طلعت تروفي ايزلند هوبر ما شنو بس اوكي. فيزيكال ما شنو سكيلز. المهم الجزيرة هذه تطلع سكينة احتياطي يا ولد نروح فيها هذي الحين. الله من هذول وايد. خل جوز الهند هني في صخر. اوه هذا مكان شوي اضبط جنه. هذا اللي ابي تعال هذا عندي واحد هناك هذه واحد هني. نفس ما قلت لكم في البدايه في اشياء تحصلها. تعال انا جزيرتي وين؟ ضعت جزيرتي هناك والله راح اضيع. يعني احتمال تضيع بين الجزر شلون ترجع؟ اذا ما تعرف مكانك. هذا صندوق ثاني. خلينا نفتح نشوف شنو فيه. يا سلام مطرقه. شلون اشيلها؟ تدري شلون؟ شيل الصندوق كامل. الصندوق كامل شيله. عرفت شلون الحين؟ هذا اللي اقصده انه راح تحتاج انك تسافر بين الجزر عشان تكون لك يعني حياه ثانيه. الجزيره هذه كان اضبط شوي في اشياء ممكن تفيدك. واعتقد ان المواد اللي او الموارد اللي فيها افضل من الجزيره الاولى. انا مو متاكد اذا كنت تقدر تروح تختار الجزر من البدايه. بس الواضح انه ممكن يكون اجباري. ما اعتقد تقدر تتسلق فوق بس. لا ما يصير. لا والله يصير. لحظه لحظه لحظه. موضوع هني في هذا طحت راح اتعور. ويلسون علق علقت هني بمكاني. لا شلون اطلع؟ ولكن اللعبه يبي لها ابديت تعديلات. زين شلون اطلع الحين؟ حرام يعني جاي هالجزيره واطلع وانحكرت كذي. والحل حكرت يا جماعة يعني بعد لما اموت راح يصير هيكل عظمي هني. بعدين واحد يعني لاعب ثاني يمر يلقى هيكل عظمي هني متعلق يذكر اوه هذا ابو فهد هني كان ميت علق هني. والحل زين علقت زين طحت بالغلط بس ما يصير. ما معقولة ما في حل. قاعد اشوف من ورا الصخر وانا ميت زين. شوف دام اني ميت نبي انقاذ شلون؟ انقذوني والله معلق مكاني ماني قادر اطلع. والله شاءت الاقدار ان تكون نهايتي هنا. والله شاءت الاقدار ان تكون نهايتي في هذه الجزيره الشؤم صراحه يعني. عموما يعطيكم العافية، شكرا على المشاهدة. ما اعتقد راح اكمل لان اللعبة وايد طويلة وفيها وايد استكشافات، ومثل ما شفتوا راح تحتاجون وايد اشياء تديرون بالكم عليها. الماي، الاكل، الصحة، لازم تجهز لك وايد مؤونة. وبالجزيرة واحدة ما راح تقدر تكمل كل الاغراض اللي تحتاجها. لازم تروح تسافر من جزيرة الى جزيرة او تبحر من جزيرة الى جزيرة عشان موارد من الجزر الثانية. اللعبة احسها عميقة ورغم انها بسيطة كجرافيكس واشوف انه يحتاج لها وايد ابديت الكلام، ابديت الاماكن اللي تطيح فيها تعلق مثل ما انا متعلق هني. يعني لازم يكون في اوبشن معين انه يخليك تطلع. واعتقد طلعت. لا والله ما طلعت. لازم يكون في اوبشن انه يخليك تطلع من المكان اللي معلق فيه ولكن ما في. عموما يعطيكم العافية، شكرا. أنا صراحة استمتعت باللعبة. لايك سبسكرايب شير بهالفيديو. مع السلامة.